السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الشيخ حميد الله أبرك مدية سعيدة. اليوم جيت نوضح ونبرر نفسي قدام أنصار فريق مدية سعيدة وسكان مدينة سعيدة. أنا أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، والله والله يا عمري ما ذبحت مقابلة ولا رتبت مقابلة ولا خنت الفريق اللي تربيت فيه، وفريق مدية سعيدة فريق كبير إن شاء الله يضمن البقاء. ونكر ربي لها كل الناس اللي تهمتني واللي قالت بلي راه يرتب المقابلات ولا داكش مقابل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم قائد مولد سعيد البخاري محمد. حول غادي نهضر على حول اخبار متداوله حول ترتيب مباريات، مباراه معسكر، مباراه سابقه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان محلفا فليحلف بالله او ليصمت. حنا غادي نحفظ بالقران الكريم، معليش حنا عجل ربي يغفر لنا القران الكريم تاني نحفظ به. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم ثلاث مرات وباسم القرآن الكريم، بما رتبت مباراة ولا كنت سبب في زعما في ترتيب مباراة تاع مولدية سعيدة ولا أنا مباراة تاع مباراة معسكر شهادة الجامع بريمير ميتون لعبنا نورمال لعبت غاية دوزيام ميتون جات بينالتي، أنا في الفريق أنا هو اللي مديزيني باش ندير لي بينالتي وراني متيريها جيسكا ماتمو ثلاث بينالتيات زوج منها ماركيتا واحده في القبة واحده في الموشنت وهذا بينالتي تاع معسكر هذه اللي رطيتها انا كان حنايا تيريتها زعما حنا نقولوا الناس قالت راه ديرها بقصد منا نقولوا الله يهديكم حنا صاري في هذا البينالتي لعابه كبار زعما بلي راتو بينالتي وبينالتي جات في وقت حنا نقولوا لا بريسيون الناس تبالها بلي سهله لعابه كبار راتوها وقال بلي حنا تلاقيت انا مجلالي اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله اقسم بالله يا مجلالي انا ما نعرفه ولا عندي علاقه معاه ولا تلاقيت انا وياه والسلام عليكم نطلب من الجمهور السعيدي انا شوف هاد انا هادي نورمالمون ما نديرهاش خاطر التبرير هذا من برا الله عز وجل انا الحمد لله برا الدم تاعي ونعاود ثاني نحلف لكم اقسم بالله انا قبل ما نكون لاعب في مولدية سعيدة انا كنت مناصر قبل ما نكون لاعب انا هذا الفريق نبغيه وترعرعت فيه ودار لي اسمه وانا الحمد لله زعما في شهاده الجميع اقسم بالله العلي العظيم ما نسير في مباراه ولا رتب مباراه ولا شفت واحد ولا تلاقيت انا واحد ولا حنايا في هذه المباراه ان شاء الله انا الحمد لله حتى دركا زعما مورا فعيره غايه وطالع حنا غادي نكون واحد كونسونتري عندنا مباراه كوبا ان شاء الله نجيبوها ونفرحوا الجمهور تاعنا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحاجه الاولى نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بون هذا جيت نوضح اليوم الانصار الاوفياء خاصه الانصار الاوفياء لمولوديه سعيده بالاقاويل والاحاديث اللي راها تدور تاع البيع تاع لي مارش مشريه بون كاع لي مارش هادو توالا تاع مولوديه سعيده هاولا المصحف الشريف اقسم بالله الذي لا اله الا هو ما عندي علاقه بيع تاع مارش واقسم بالله لا جامي خدعت المولوديه ونلعب من قلبي وهذه فرناكه للناس راه تدار عليها ودار 40 مليون اقسم بالله ما نعرفها ما با وين جايه والحمد لله انا ولد ليكيب ولعبت في ليكيب 12 عام والحمد لله ومازال ان شاء الله غادي نروح للقبه ونسلكوا هاد ليكيب ونخلوا لها المكانه تاعها باسكو هاد ليكيب هادي تاع الشهداء وماتوا عليها رجال وان شاء الله في هذا المارش تاع القبه غادي يبان لو فري فيزاج تاع المولوديه ان شاء الله ومن هذا المنبر نشكر الانصار الاوفياء لمولوديه سعيده وان شاء الله المولوديه تقعد في المكانه تاعها ان شاء الله.